الراديو 90-90 هواها مصري. لو سبت نفسك للإحباط عمرك ما هتوصل، إنما زي ما قلت لحضراتكم على مدار الحلقة، في ناس بتشوف التحديات فين ويبدأوا يدوروا على حلول عشان يتجاوزوها، إنما دائما وأبدا اللي بيوصل أي حد لحلمه هو الإصرار والإرادة والإخلاص في العمل والاجتهاد في العمل وبأمانة. محمد صلاح نموذج مشرف، والحقيقة مش هحكي عنه، يمكن حضراتكم سمعتوا حكايات كتير عنه، بس اللي هيحكي عنه النهاردة الحقيقة اقدر اقول عليه مكتشفه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، في احدى اللقاءات محمد صلاح لما اتقال الاسم قدامه قال ده ابويا التاني. مين ابوه التاني؟ كابتن حمدي نوح، لاعب المنتخب الوطني ومدرب المقاولين العرب السابق، واللي محمد وهو عنده 14 سنة كان بيقول برضو في احدى اللقاءات انه كان بيسافر من بلده نجريج يروح لحد نادي المقاولين عشان كابتن حمدي يمرنه تمرين خاص. فكابتن حمدي منورنا في الاستوديو. يا كابتن حمدي، يا خطوه عزيزه، منورنا في 90-90 وفي تفرق. كابتن رامي، انا يعني بصراحه بدون مجامله انا بحبك جدا. الله يخليك. بحب اسمعك. الله يخليك، لانك انسان واضح وفي صراحه في إلقائك أي شيء. الله يخليك يا رب، ده شرف لي يا كابتن حمدي. الله يخليك. استلمت محمد صلاح وهو عنده كم سنة؟ أنا حضرتك رجعت من الإمارات، لقيت مسكت الفريق دوت، الكابتن ريع كان مدير قطاع الناشئين في النادي، فقال لي يا حمدي خد الفرقة دي أحسن فرقة في مصر. فقلت له ماشي يا كابتن. حاضر. فكان شفت محمد كان عنده 14 سنة. ده سنة كام بقى الكلام ده؟ تقريبا 2002 2003 2004 بعد ما رجعت انا من الامارات. النني وقتها كان في التشكيله دي برضو؟ النني جه بعديها بموسم. النادي الاهلي سابه وهو عنده 15 سنه، فانا لقيته في النادي. قلت له تعالى يا محمد انت ايه اللي جايبك يا ابني هنا؟ قال لي انا النادي الاهلي سابني. كان معاه عمه اسمه عزة النني. فقلت له انا هاخد الولد ده ويوقع وهيقعد في النادي عشان هو من المحله، وباذن الله بعد سنه او سنتين بالظبط الولد ده هيلعب فريق اول ومنتخب مصر وممكن يحترف بره بالخارج. ما شاء الله. لانه كابتن رامي النني في النادي الاهلي قعد 7 سنين، هو عنده 8 سنين كانت والدته بتوديه ووالده كابتن ناصر النني، فمتربي في النادي الاهلي، ففي اساس عنده حلو، اساس التمرير والاستقبال. جميل. طيب فانا اخدته ضميته للفريق محمد صلاح. حلو. ده بعد موسم مما بدات توليت مسؤوليه الفريق الناشئين واللي كان منهم محمد صلاح. ايوه. في الوقت ده وبكل صراحه، هل كنت حاسس انه صلاح مختلف عن بقيه الفريق؟ انا بالظبط انا عندي 7 من الفريق ده الحمد لله، يعني احمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا وفقني ان 7 منهم لعبوا دوري ممتاز. وانا هقول اسمائهم يعني طبعا. معلش طبعا. محمد صلاح، محمد النني، رمزي خالد لاعب الاتحاد. محمود عزت لاعب سموحه 92 برضه مواليد 92، انا جايبه من سيراميكا ضميته للفريق. وفي محمد عادل ابو حطب بس جات له اصابه. وفي شريف علاء لاعب الزمالك وعلي فتحي لاعب الزمالك. جميل. وكريم يكن. 7 منهم الحمد لله لعبوا دوري ممتاز. منهم الاثنين العالميين محمد صلاح والنيني. فانا عايز ارجع اقول ان انا لما شفت الاولاد دول ولقيتهم ان هم من خارج القاهرة، انا فكرت بدون اي محد يقول لي لحبي لنادي المقاولين اللي هو بيتي، قلت لهم انتوا حد يعني بتناموا هنا في الفندق وإقامة كاملة، لابد ان انا احطكم على اول سلم الاحتراف. فتنزلوا لي الصبح بدري، اي واحد ناقصه حاجة انا هكملها له، بحيث ان انت تبقى لعيب فنيا كامل. وفي نفس الوقت اخدوا اساس الاحتراف، كنت بتعامل معهم بقسوة في الالتزام بالمواعيد، فالتدين، حتة التدين، صلوا الفجر وننزل الملعب، وانا هتلاقوني انا جاي لكم في الملعب. حلو. طيب
في الفترة دي قبل ما يعني توفر لهم مبيت في النادي، محمد صلاح في لقاءات كتير جدا بيتكلم على البداية انه 4 ساعات عشان يوصل من نجريج لحد النادي، فكان بيمشي من مدرسة بدري ويتمرن، وبعد ما يخلص التمرين الساعة يمكن 5 4 ساعات تانيين عشان يرجع لبيته. يعني لاعب في السن ده مع رحلة المعاناة دي اكيد كان بيجيلك خلصان طبعا. لا هو في الحقيقة ادارة النادي لما اختاروا الولد من عصم اسوان طنطا، ده فرع تابع لنادي المقاولين العرب، كابتن رياو كان قطاع الناشئين، فكان عملوا مشروع محمد عادل، المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة الان، دوروا على المواهب، فكابتن رياو جابه وهو عنده 12 سنة اختاره. فلما اختاره وبدأ ان الناس بدأت، كان والده بيجي معاه حج صلاح، فخلال السنتين دول لما ظهر الولد وبقى عنده 14 سنة إدارة النادي اختارت ان هي يقيم في النادي. حتى لما انا جيت مسكت الفريق وهو عنده 14 سنة فقلت لمحمد، قلت له محمد عرف والدك ان انا المدرب بتاعك، وانا محمد لازم اكمل لك اي نقص عندك، انت عندك يا ابني موهبة، الموهبة دي محتاجة ايه؟ محتاجة ان انت تنام بدري وتاكل كويس، تحافظ على نفسك، وتنزل تتمرن، لازم تدريب فردي يا محمد. انت تملك سرعة فائقة وتملك قدم شمال حلوة جدا. يا محمد عشان تبقى لاعب محترف لابد ان يبقى عندك القدم اليمنى، لازم تشتغل يا ابني. يا محمد محدش هيقول لك الكلام ده يا ابني، كله هيقول خلاص الميزة اللي عندك نهتم بيها، لا انا عايز الرجل التانية يا محمد، هتلاقي الكورة قدام الجول يا محمد وقدام رجلك اليمين، هتعمل يا محمد؟ قال لي هلعب بيها طبعا. قلت له اذا لو ما تمرنتش عليها بالتعود، تعود طاهر ابو زيد كان بيلعب بالشمال وباليمين برضو بيلطش باليمين، فيعني اقصد قلت له يا محمد لازم تكمل فنيا. والله العظيم يا كابتن رامي انا محمد كان يبقى وشه في الارض ويقول حاضر حاضر يا كابتن. فلما راح قال لوالده ان كابتن حمدي نوح بقى مدربي، فوالده كلمني الحاج صلاح، يا كابتن حمدي انا ابو محمد انت شايف ايه في ابني؟ قلت له بص ابنك باذن الله باذن الله هيبقى لاعب كبير، وانا يعني في القاهره هبقى مهتم بيه اهتمام غير عادي لانه عنده موهبه. هو معلش يا كابتن حمدي، هل في الفتره دي كنت شايف نقاط تميز عند محمد بس، ولا يعني هل كنت شايفه مختلف عن بقيه الفريق؟ هو محمد بسم الله ما شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي واحد موهبه فبيبقى يستاهلها. محمد بيسمع الكلام ويختزل الكلام اللي بيتقاله، لا اما ايجابي لا اما سلبي، ويختزله ويطلعه ساعه ما يحتاجه، بيخزنه قصد حضرتك، بيخزن عنده العقل الباطن وبياخد. وانا اقول له محمد خد 30 كوره الصبح امشي والعب باليمين، ارفع وشوت، واحط له جول بدون حارس، بحيث ان هو على طول يمشي ويحط الكره برجله اليمين. الجول اللي جابه في اخر مباراه في نابولي انا قاعد مبسوط عشان انا الكلام اللي قلته له شفته في الجول ده بيتنفذ. محمد بيلعب برجله اليمين. في لعيبه كبار، شيكابالا واحمد الشيخ وتريزيجيه، الرجل اليمنى دي لما بيروح ناحيه اليمين بيلف ويرجعوا تاني. لابد ان كان حد يقول لهم، ما هي دي مسؤوليتنا كمدربين ناشئين، بنعد اللاعب، تعد اللاعب بحيث ان هو في مواقف هتقابله لازم يستخدم الرجل التانية. طب بأمانة يا كابتن حمدي، وقت ما كنت بتمرن بقى محمد صلاح تدريبات خاصة بيه وكنت شايف له مستقبل قوي وكبير، هل كنت متخيل انه هيوصل للي هو حققه او محققه في الوقت الراهن؟
انا لو جيت للصراحة انا يعني شايف فيه حاجة ميزة مش موجودة ببقية زمايله. فقلت له محمد انت بالذات يا محمد انت عندك حاجة محمد مش موجودة مع زمايلك. انت غير زمايلك. انت محمد تحافظ على نفسك وتنام بدري وتعد نفسك. انا هعدك يا محمد للوصول للفريق الاول المنتخب. عندك 16 سنة الفريق الاول في المقاولين. المقاولين عشان ده عملي الاساسي. ان انا هحطك هتروح الفريق الاول هتعمل لك عقد احتراف. وقلت له يا محمد الكرة يا ابني هي اللي عملتنا كلعيبة. كنا بنلعب في الشارع وجاهدنا. وكنت بروح نادي اسكو اركب 2 مواصلة يا محمد. انزل رمسيس من الدراسة لرمسيس ومن رمسيس للخلفاوي وامشي 7 محطات كمان. فقلت له انا تعب لكن اللي اداني الثقة استاذي الشيخ طه اسماعيل. دكتور طه اسماعيل مدربي في نادي اسكو شافني عندي 17 سنة. قال لي انت لو حضرت فترة اعداد هتبقى احسن لاعب كرة في مصر. في وقت مين؟ في وقت الخطيب وعلى مجرشة والشاذلي ومصطفى رياض. قلت له انا اروح فين في وسط العمالقة دول يا كابتن؟ فدي ادتني ثقة حلو وخلتني اسمع كلام استاذي ومدربي الشيخ طه اسماعيل. طيب اكيد اكيد برضو في فترة الاعداد لمحمد صلاح وانت بتعد محمد صلاح يعني املا في انه يبقى موجود في الفريق الاول في نادي المقاولين كان في شويه احباطات بتعدي قدامه وتحديات حاسس انه مش هيقدر يوصل. عايز برضه اروح للمنطقه دي بس هنطلع لفصل وبعد الفصل نتكلم على الاحباطات اللي كان بيواجهها محمد صلاح وقد ايه كان بيقدر انه يتغلب عليها عشان يوصل لتحقيق هدفه. ده هنناقشه مع كابتن حمدي بعد الفصل. ارجوكم ابقوا معنا. لسه مكملين مع حضراتكم وتفرق مع رامي رضوان ومنورنا لسه في الاستوديو كابتن حمدي نوح لاعب المنتخب الوطني ومدرب المقاولين العرب السابق واللي كان تولى مسؤوليه تدريب محمد صلاح وهو عنده 14 سنه. كابتن حمدي يعني في الفتره دي ايه الاحباطات اللي كان بتشوفها ساعات محمد صلاح بيشوفها وكانت ساعات نفسيا مثلا تحبطه شويه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا يعني اتذكر ان انا مسكت محمد صلاح موسمين فريق 15 سنة. في موسم في حضرتك في 15 سنة او 14 سنة في الوقت ده بيبقى بيحصل نمو للاعب. فكان محمد جاله الحاجة دي. فتخيل محمد من حبه للكورة واثبات نفسه وعايز في تحدي بينه وبين نفسه ان هو يوصل. قلت له محمد انت الفترة دي تقعد مفيش تدريب خالص يا محمد ده اللي هيفيدك. التدريب هيضرك في لحظات النمو دي. تخيل قعد يعيط قال لي انا عايز العب. قلت له اسمع كلامي يا حبيبي محمد انا عايز مصلحتك يا ابني مش مهم الماتشات عندي. انت المهم يا محمد النمو دي تجي لك وانت في راحه ما تعملش مجهود. فمنه اللي بقى يعيط ويبكي. هو كان معايا في الموسمين وانا يعني عايز اقول لحضرتك ناس كتير ليها فضل على محمد. كل اللي مرنوا محمد من قبلية وبعدية كلهم افادوه اكيد اضافوا ليه وكلهم ليهم تكريم. طيب زي بالظبط وطلع وهو عنده 16 سنة بقى تأهل للفريق الاول في نادي المقاولين كان هداف الفريق في انا كنت بقول له محمد انت تلعب في 50 متر اللي قدام دي بتاعتك لانك سرعتك هتعدي اي حد. حلو. فلذلك كان بيجيب 30 هدف ما شاء الله في الموسم. ولما تأهل وبيلعب في الفريق الاول في نادي المقاولين جت فرصه انه راح قدم في احدى الانديه الكبيره في مصر نادي الزمالك. هو فعلا واترفض. هو يمكن رجع لك بعدها. هو دي يمكن مصلحه محمد ان هو اترفض و اراده ربنا طبعا. وقدر المهندس شريف حبيب كان رئيس النادي وقتها ان يقنع محمد. محمد بيسمع الكلام مش مني بس من اي حد اتعامل معاه بيسمع الكلام ويقول حاضر ويقول نعم محمد. اقنع المهندس شريف ان هو يحترف بره في سويسرا في بازل. فما من محمد الا ان سمع الكلام. حتى والده لما جه يوقع له بعد تجديد يعني فطلب ان انا اكون موجود. فانا قلت له يا ابو محمد يا حاج صلاح اي مسؤول في النادي هو حمدي نوح
ده ابننا واحنا ده هنأمنه وما تقلقش من اي حاجه. فانا اقصد اقول لك لما راح نادي الزمالك ورفض فدي كانت مصلحه لمحمد. يعني دي مصلحه فتحت له باب الاحتراف بقى غير مباشره. ولما راح بازل كان عايش الاحتراف في نادي المقاولين العرب. والحقيقه الحق يقال كمان انه محمد صلاح من ضمن مميزاته انه زي ما حضرتك بتقول واضح من الكلام انه بيجتهد جدا وبيسمع الكلام جدا. وبالتالي لما بنشوف محمد صلاح اول ما يعني خرج الى عالم الاحتراف في نادي بازل ونبص على دلوقتي سواء طريقه كلامه بنيانه الجسماني اداؤه داخل الملعب ثقته في نفسه ما شاء الله اللي اكتسبها اكتر، لا واضح انه انسان بيشتغل على نفسه دايما عشان يطور من امكانياته. النهارده الكابتن حمدي لما بيشوف محمد صلاح واسمه موجود ضمن افضل لاعبي العالم تحس بايه؟ انا بحس ان ابني، يعني فعلا احساس ان هو ابني وابن النيل ابن مصر. وفي امثال محمد صلاح كتير، يعني البلد مليانه كتير، لكن بقول ان محمد في الوقت اللي الجماهير بدات في انجلترا تقول يرحل وكده، فانا قلت ايه في الصحافه قلت ان هيرجع للتهديف. لان الهداف يحصل دروب ويرجع تاني. محمد دلوقتي جواه تحدي للوصول عشان يبقى احسن لاعب في العالم، فعشان كده مكشر. فدي حاجه جواه وانا فاهمه كويس جدا. انا سعيد بيه كلنا والله، بالنني وسعيد بكل لاعب موهوب. تريزيجيه انا عايزه يروح حته تانيه يا رب ان شاء الله، لانه فعلا هيلعلع اكتر باذن الله. ان شاء الله. بتمنى لكل اللعيبه وبشكر المدربين كلها اللي مرادت محمد صلاح وكل واحد باسمه. وده تكريم ليهم مش لي انا لوحدي. كل التحيه ليهم طبعا، وربنا يا رب يديلك كده الصحه وتكتشف لنا كتير تاني زي محمد صلاح باذن الله. ان شاء الله كابتن رامي، وانا يعني في منتهى السعاده ان انا معاك. الله يخليك يا رب. وانا بشكرك وبشكر كل القائمين على. شكرا ليك يا كابتن حمدي، انت اللي نورتنا وسعداء بتشريفك لينا. شكرك شكرا جزيلا. حلقه النهارده كلها من ساسها لراسها زي ما بيقولوا، من اولها لاخرها بنحكي لحضراتكم فيها ايه؟ بنحكي لحضراتكم فيها قد ايه تفرق لما تثابر وتجتهد وتخلص لعملك وتشتغل بكل اجتهاد وبكل أمانة وإخلاص. والله حياتك هتفرق وهتقدر توصل للهدف اللي انت بتحلم بيه. اوعوا سيبوا نفسكم للمشاكل والتحديات والإحباطات، خليها دايما طوبة حطوها تحت رجليكم وقفوا عليها عشان توصلوا أكتر للقمة. ربنا يا رب يوفق حضراتكم جميعا وكل الناس، كل الناس في مصر كل ما يبقى قدامهم تحدي يجتهدوا عشان يدوروا على حلول عشان يمروا من التحدي ده وما يسيبوش نفسهم لهذا التحدي انه يكسرهم نفسيا. ربنا يوفق حضراتكم جميعا. نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقة جديدة من تفرق مع رامي رضوان.